الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونسأله فضله وبره وخيره وهداه، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لقيام ليلة القدر وإدراك فضلها والتوفيق للدعوات الصادقات فيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع الخير وفهم كتابه. عندنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل آيات من سورة يونس عليه السلام تتحدث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام، نتعرف فيها كيف كانت دعوة هذا النبي، وكيف كانت عاقبة من كان معه مؤمنا ومن كذب به. فلعلنا نستمع لبعض الآيات التي وردت، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا فهم معانيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ذكر الله جل وعلا أنبياءه السابقين حيث ذكر نوحا وذكر عددا من الأنبياء الذين أشار إليهم، ثم قال ثم بعثنا، يعني بعد زمن أولئك الأنبياء السابقين بعث الله موسى، أي أرسله نبيا ليرشد الخلق إلى الحق. واستعمل كلمة البعث لما فيها من معنى إعادة الحياة الحقيقية للناس، فإن الرسالة تعيد الناس إلى الحياة الحقيقية. ثم قال موسى وهارون، فقد أرسل الله أصالة موسى وطلب موسى من ربه أن يجعل هارون معه نبيا وزيرا يصدقه ويعينه، وأرسلهم إلى فرعون وملأه، يعني أن الرسالة أصالة إلى فرعون الذي كان كبير مصر وملأه، وهم الوجهاء والكبار الذين كانوا عند فرعون، وقد جاءوا معهم بالآيات، يعني بالدلائل والبراهين الكبيرة التي تدل على صدق موسى. والغالب في آيات الأنبياء أن تكون من جنس ما يتعارفه أهل ذلك الزمان بما يفوق عليهم. ولذا لما كان السحر منتشرا جاء لهم بأشياء تغير حقائق ما يشاهدونه، ومن ذلك قلب العصا حية وجعل اليد تخرج بيضاء لا مرض فيها، بينما في قصة عيسى كان الطب متقدما، فلذا كان من معجزته أن يشفي الله على يده المرضى. والعرب كان عندهم البلاغة والفصاحة، وكان عندهم من أنواع البيان الشيء الكثير، فجاء القرآن بما فيه من فصاحة وبيان أعجزتهم عن أن يأتوا بمثله. فآيات موسى كانت من جنس ما يتعارفون عليه بما يعجزون عن الإتيان بمثله، فقابلوا هذه الدلائل والبراهين بالتكبر، فقالوا نحن الكبار ونحن ملوك البلاد، فكيف نلتفت إلى دعوة هذا الرجل الذي ينتسب إلى من نستضعفهم ويكونون قوما فقراء وقوما محتاجين وقوما ذليلين، فكيف نستجيب لدعوته؟ ولذا كان تكبرهم سبب من أسباب عدم استجابتهم للحق. وكانوا قبل موسى قوما مجرمين، عندهم من أنواع الإجرام والاعتداء والظلم للخلق الشيء الكثير، ولذلك فبمجرد أن رأى فرعون رؤيا أصبح يقتل أولاد بني إسرائيل الذكور ويبقي نساءهم. فلما جاءهم موسى بالحق ووصل إليهم الدين الحق ببراهينه ودلائله الواضحة، بدأوا يشيعون عنه الإشاعات المغرضة التي تصد الناس عن الاستجابة له، فاتهموه بأنه من السحر. ولم يكتفوا بعدم الاستجابة له،
بل تعدى ظلمهم وجبروتهم إلى منع الناس من الاستجابة له، وقالوا إن هذا يعني موسى وما معه من البينات لسحر مبين، أي أمر واضح أنه من السحر. فانظر كيف وصفوا الحق الذي هو أحق الحق بأنه أبطل الباطل، وصفوا دعوة نبي الله إلى أن يوحد الله ويفرد ويستعد للآخرة بأنها من السحر الذي هو من الباطل. ولذا قال موسى: من أغرب الأشياء حكمكم على الشيء بضده، فما جئتكم به هو الحق، فكيف تصفونه بأنه أبطل الباطل؟ ولذا قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ فالسحر لا ينتج لصاحبه أثرا جميلا ولا عاقبة حميدة، ولذا تجد الساحر ضعيف الحال في بؤس من حياته، وتجده دائما يلهث لطلب الدنيا من الناس باسم أنه يحقق رغباتهم. فاحتجوا عليه بطريقة الآباء والأجداد، وقالوا: آباؤنا وأجدادنا لهم طريقة نسير عليها، فكيف تريدنا أن نترك طريقة الآباء والأجداد؟ ولذا قالوا: أجئتنا لتلفتنا، يعني تصدنا وتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا. واتهموه بأنه إنما يريد الدنيا، ولذا قالوا: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، إنما أردتم بدعوتكم هذا أن تنالوا الدنيا وليس مقصودكم أن نصل إلى الحق. ولذا أعلنوها صراحة بأنهم لن يستجيبوا لهما ولن يدخلوا في طريق الحق. ولما كانوا يتهمونه بالسحر، كان من المعقول أن يؤتى بالسحرة فيسألون عن شأن هذا الرجل، هل هو من طريقتهم أو لا؟ فكان من فرعون أن قال: أتوني بكل ساحر عليم. ومقصوده هنا ليس تبين الحق ومعرفة هل موسى صادق وهل ما جاء به حق، وإنما مقصوده أن يبطل دعوة موسى ولو كانت حقا من خلال استعمال السحرة. واشترط ألا يؤتى إلا بمن عنده علم بالسحر. فجمع السحرة، ومعناه أنهم كانوا في بلاد شتى ومن مواطن مختلفة، ومن ثم لا يتصور أن يكون بينهم اتفاق لاختلاف بلدانهم، ثم هم المدعوون ولم يأتوا ابتداء من أنفسهم، بحيث لا يتصور أن يكون هناك اتفاق بين موسى وبينهم. جاء السحرة واشترطوا على فرعون أن يكون لهم الأجر، ووعدهم بأن يكون لهم المنزلة، ومن ثم توفرت لهم دواعي أن يختاروا أعلى درجات السحر في مواجهة موسى. ولكن موسى عليه السلام لم يهتم لشأنهم، لأنه مع الله جل وعلا، ولذا قال لهم: ألقوا ما أنتم ملقون، يعني لا يخيفني ما لديكم ولا أتأثر بما تأتون به من السحر،
فقال لهم على جهة عدم المبالاة لهم: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قلبوا ما معهم من العصي والحبال لتكون حيات تنتشر بين الناس. في أول وهلة جاء التردد وشيء من التخوف، ولكن كان مع موسى تأييد من الله جل وعلا يثبته في ذلك الموقف. فلما ألقوا يعني قذفوا ما معهم من الحبال والعصي، فأصبحت يخيل إلى الناس أنها سحر بما عملوه من طرائقهم، وكانوا قد تآمروا على ذلك واتفقوا على طريقة إلقائهم لهذه الحبال والعصي. حينئذ قال لهم موسى: ما جئتم به السحر، أي غاية ما أتيتم به إنما هو السحر الذي هو من الباطل، والله جل وعلا سيبطل هذا السحر ولن يكون له أي تأثير، فإن سنة الله في الكون أن أهل السحر والفساد لا يستمر أمرهم ولا يغلبون، وإنما يكون لهم الخسارة والبوار في عاقبة أمرهم. فإن قاعدة سنة الله في الكون أن الباطل لا يستمر، ولذا قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي لا يجعله غالبا ولا يجعله منتصرا. فالمفسد الذي يريد السوء والشر بالخلق لا يستمر أمره. ثم قال: ويحق الله الحق، أي سيبين الله ما هو الحق ليعرف الناس الفرق بين الباطل والحق بكلماته، أي بسننه الكونية الماضية في هذا الكون. ولو كره المجرمون، أي ولو عملوا ما عملوا ومكروا ما مكروا ولو فعلوا ما فعلوا، فسنة الله غالبة. أبطل الله السحر وسجد سجد السحرة لله تعالى، وتركوا فرعون وشانه، علموا أن ما جاء به موسى ليس من جنس سحرهم، وأنه أمر إلهي خارق للعادة، وحينئذ سلموا لموسى. فعاقبهم فرعون بالعقوبة الشديدة بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، مع تصليبهم وتعليقهم على الأشجار نكالا بهم، وحذرا من أن يسير الناس على طريقتهم. ومع ذلك بقوا على إيمانهم، لأنهم علموا الحق فلم يؤثر فيهم إجرام فرعون. مع هذه الآيات العظيمة وما رآه الناس من كون السحرة أعلنوا بطلان ما لديهم، وأن ما عند موسى هو الحق، إلا أنه لم يؤمن معه إلا لم يؤمن لموسى إلا ذرية من قومه. صحيح آمن بعض قوم فرعون، فقد آمنت زوجته، وآمن أيضا رجل من قوم فرعون ذكرهم الله جل وعلا في سورة غافر، ولكن من قوم موسى لم يؤمن إلا قليلا. ولذا قال: فما آمن، أي ما صدق واعتقد بما جاء به موسى إلا ذرية،
يعني شباب صغار السن من قومه، قيل بأن الهاء يعود إلى قوم موسى، وقيل بأنه إلى قوم فرعون. وهذا الإيمان مع كونهم يخافون من فرعون أن يتجبر عليهم وأن يجرم في حقهم وأن يفعل بهم كما فعل بالسحرة، وحينئذ كانوا يخافون من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي أن يجعلهم يتركون الحق ويستجيبون للباطل ويصبحون ممن قدم الدنيا على الآخرة، فخافوا من العقوبات الدنيوية فجعلهم ذلك لا يستعدون للآخرة ولا يحذرون من عقوبتها. وحينئذ كان فرعون له الغلبة في الأرض، وكان يأمر وينهى، وكان قد وصل من الجبروت الشيء العظيم، فانظر لما فعله بالناس قتلا وتشريدا وقطعا لأعضائهم. وحينئذ كان الناس يخشون منه ويحذرون من أن يستجيبوا لموسى، وانظر كيف حمى الله نبيه من هذا الطاغية الجبروت. موسى رجل وحيد لم يؤمن معه إلا أفراد قلائل، وهذا في مقابلته عنده الجيوش الجرارة وعنده من القدرات الشيء الكثير، ومع ذلك سلم الله جل وعلا موسى من هذا العدو الذي كان له علو في الأرض وتكبر وجبروت، وكان من المسرفين الذين يقدمون على أنواع الجرائم ظلما وإجراما. وحينئذ خاطب موسى قومه ممن آمن، فقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، أي إذا كان عندكم يقين بالله جل وعلا وعندكم معرفة بأن هذا الرجل فرعون إنما هو بشر رجل من جنس الرجال، فحينئذ اعلموا أن هذا العدو وما لديه من قوى في تدبير رب العزة والجلال لن يخرج عن قدر الله شيئا، ومن ثم عليكم أن تتوكلوا على الله، أي أن تعتمد قلوبكم على رب العزة والجلال أن يحميكم من هذا العدو وأن ينصركم عليه إن كنتم مسلمين، أي مسلمين لأمر الله، معتقدين أنه يجب أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. حينئذ قال القوم مستجيبين مبادرين لامتثال ما أمرهم به موسى: على الله توكلنا، يعني على الله وحده اعتمدنا بقلوبنا في حمايتنا من هذا العدو وفي جعلنا نستمر على هذا الدين. ثم دعوا الله جل وعلا أن يسلمهم من هذا العدو، فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تجعلنا سببا من أسباب صد الناس عن دين الله، فإنه متى كان هذا العدو الكافر متغلبا على المسلمين فإن هذا سيكون سببا من أسباب فتنة بعض الناس وعدم استجابتهم للحق. يقولون: لو كان موسى ومن معه على الحق والله الخالق معهم لما ظلمهم هذا العدو ولما صد الناس عنهم، ولذا
دعوا الله بهلاك عدوهم لئلا يكون تسلط عدوهم عليهم سببا من أسباب الفتنة بصد الناس عن الاستجابة للحق. وكذلك دعوا لأنفسهم بأن ينجيهم الله جل وعلا من هذا العدو الذي يرون بطشه وإجرامه وسوء عمله، فقالوا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، أي قوم فرعون وملأ فرعون. فهذه آيات عظيمة فيها مواعظ وفوائد وحكم عديدة، منها أن الله جل وعلا من رحمته بالعباد يوالي عليهم الأنبياء ليرشدوهم إلى الحق ويدلوهم على شرع رب العالمين بما تحصل به نجاتهم دنيا وآخرة وبما تقوم به الحجة عليهم. وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على بعض عباده بفضائل من جنس الهداية للحق والإرشاد إليه، ومن جنس كون الإنسان من دعاة الهدى، ومن جنس استمرار الإنسان على الخير والطاعة، كما من الله على موسى وهارون، ومن على السحرة، ومن على الذرية القليلة من قومه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا يخشى من أحد من الخلق مهما كان عنده من القوى ومهما كان لديه من القدرات، وعليه أن يجعل خوفه من الله سبحانه وتعالى. فإن العبد المؤمن يعلم أنه لن يحصل في الكون شيء إلا بتدبير من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم على العبد أن يخشى من الله أن يسلط عليه عباده وأن لا يخشى من هؤلاء العباد. فلا تخف من ظالم، ولا تخف من جبروت، ولا تخف من حيوان مفترس، ولا من أقدار في الدنيا، وإنما ليكن خوفك من الله جل وعلا الذي يتصرف في هذا الكون. وحذرك من هذه الأقدار لا يعني مخافتك منها، تخاف الله وتتخذ من الأساليب والوسائل ما يقيك من الأقدار المؤلمة. وفي هذه الآيات أن وجود الدلائل العظيمة والبراهين الكبيرة لا يغني عن العبد شيئا إذا لم يرد الله له الهداية، فإن الآيات والأدلة تقاس بصلاحيتها هي لا بقبول الناس لها. وفي هذه الآيات أن من أعظم ما يصد الناس عن الحق أن يتكبروا فيروا أنفسهم أعلى مكانة ممن دعاهم إلى الخير، فيجرهم هذا إلى الاستنكاف عن قبول الحق. وفي هذه الآيات أن الذنوب يجر بعضها بعضا، فلما كان فرعون وقومه من أهل الإجرام كان هذا من أسباب عدم استجابتهم لدعوة الحق، ولذا قال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي هذه الآيات أن من أعظم المنكرات أن يصد الإنسان غيره عن الاستجابة لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أن من وسائل أهل الباطل أن يشيعوا الإشاعات الكاذبة المغرضة
عن الحق، ومن ثم لا ينبغي بالإنسان أن ينخدع بالإشاعات التي تطلق على أهل الخير والحق. فكم من داع إلى الله جل وعلا توجهت إليه حملات مغرضة بتشويه سمعته من أجل صد الناس عما معه من الحق. ونحن نشاهد على مدار التاريخ أن دعاة الحق والهدى ودعاة التوحيد يكون في طريقهم من يشوه سمعتهم ويصفهم بالأوصاف الرديئة من أجل صد الناس عنهم. وانظر إلى دعوات أنبياء الله وما قام به علماء الهدى والخير من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، تجد أن أهل الحق من علماء الشريعة وجد من يتكلم فيهم قدحا وسبا ووصفا بالأوصاف القبيحة من أجل صد الناس عن الاستجابة لما معهم من الحق. وبالتالي يحذر الإنسان من مثل هذه الدعوات المغرضة، ولا تجعله ينصرف عن الاستجابة للحق والهدى. وفي هذه الآيات من الحق من الفوائد أيضا بطلان السحر، وأن أهل السحر لا يكون لهم عاقبة حميدة، بل يبطل الله فعلهم ويجعل جهدهم جهدا زائغا لا يستفيدون منه. وفي هذه الآيات أنه متى تقابل الباطل مع الحق فلا بد أن تكون الجولة للحق في آخر الأمر، ولكن الإشكال الأعظم أن يبقى الباطل لا يقابله شيء من الحق فينخدع الناس به. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يتهمون أهل الحق في نياتهم فيصفونهم بأنهم أصحاب نيات فاسدة، ويتهمونهم بأن مقاصدهم دنيوية، وبالتالي يصدون الناس عما لديهم من الحق. وفي هذه الآيات عدم انخداع الإنسان بما ورثه من آبائه وأجداده، فإن العبرة بالأدلة والبراهين. وكم من أمر يتوارثه الناس وهو من أبطل الباطل. وبالتالي لا ينخدع الإنسان بالرجال، وإنما يلتفت إلى الحق بأدلته. وفي هذه الآيات من الفوائد أن أهل الإيمان يستمرون في دعوتهم إلى الخير والهدى مهما تعرضوا له من التكذيب، ومهما جاءهم من القدح والنيل من أعراضهم، ومهما حاول الآخرون من إنزال العقوبات بهم، فإنهم يستشعرون أنهم محتاجون لما يدعون إليه. وفي هذا دلالة على أن الإنسان الذي يدعو إلى الخير فيتبعه آخرون أنه هو المستفيد من اتباعهم للخير الذي جاء به، ومن ثم يستشعر أن لهم فضلا عليه. وفي هذه الآيات أن مكر أهل الباطل وتخطيطهم لا يمكن أن ينجح، فالعاقبة للمتقين. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي أن يهوله ما يأتي به أهل الباطل من تمويه على الخلق وما يكون لديهم من قوى دنيوية.
فإن النصر بيد الله جل وعلا، وهنا على العبد المؤمن أن يستشعر، أن يربط قلبه بالله، لأن الله جل وعلا هو القوي العزيز والنصر بيده سبحانه وتعالى. فالقوى البشرية والقدرات المالية وأنواع الآلات والأسلحة لا تجدي من قدر الله شيئا متى أراد لها إبطالا، مع أن المؤمن مأمور باتخاذ الأسباب التي تؤدي إلى إبطال الباطل ورد أهله. وفي هذه الآيات أن تمويه أهل الباطل لا ينبغي أن يغتر به أو أن يستجاب له، فإن العبد المؤمن يستشعر أن قدرة الله أعظم من قدرتهم، وأن المفسد لا يمكن أن يكون عمله صحيحا صالحا، كما قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي هذه الآيات أن تصريف الكون عند رب العزة والجلال، وأنه إذا أراد الخلق شيئا على اجتماعهم فإنهم لن يغنوا من قدر الله شيئا، ولن يحصل إلا ما كتب الله في قدره. وفي هذه الآيات من الفوائد أن رب العزة والجلال يقدر وجود دعاة الحق في كل زمان لتقوم الحجة على الخلق بهم، ولكن سنة الله غالبة بأن لا يكون من يستجيب للحق إلا قليلا. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي أن تقصر الدعوة على الكبار، سواء كبار المكانة أو كبار السن، بل على الداعية إلى الله أن يعم بدعوته الجميع، وأنه يرجى من استجابة الشباب ما هو أعلى وأعظم من استجابة الكبار. وفي هذه الآيات من الفوائد أن العبد ينبغي به أن يدخل في جناح الحق، ويجب عليه أن يستجيب للهدى، وأن لا تصده عن دعوة الحق قوى الناس أو ما قد يلحقون به من الأذى في دينه في دنياهم. وحينئذ نستشعر أن أهل الباطل مع ما لديهم من تخطيط عظيم وما يعطون من إمكانات دنيوية كبيرة وما يشترون به الذمم وما يؤثرون به على الناس، ينبغي بنا أن نستشعر أنهم إنما يسيرون على باطل مضمحل، وأنهم لن تستمر طريقتهم متى قابلهم أهل الحق بما أنزل الله جل وعلا من الحق. وفي هذه الآيات من الفوائد استشعار أثر الطغاة على الخلق في صدهم عن الاستجابة لدعوة الهدى، ومن ثم يعمل الإنسان بما يتفادى شر أولئك، ومن ذلك تقوية العباد في إيمانهم بالله واعتمادهم وتوكلهم عليه. ولذا لما ذكر الله جل وعلا علو فرعون وما لديه من الإجرام والفساد، ذكر أن موسى توجه إلى قومه بأن يستشعروا قوة الله فيعتمدوا عليه ويتوكلوا عليه جل وعلا،
ومن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وبالتالي لن يستطيع أحد من الخلق أن يناله بشيء من الضرر. ولذا قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وقول فعليه توكلوا فيه إفادة أن التوكل لا يجوز إلا أن يكون على الله تعالى، فلا يتوكل الإنسان على أحد سواه. وهذا لا يعني أن يترك الإنسان الأسباب فيفعل الأسباب المؤدية إلى تحقيق أهدافه، ولكن يعلم أن هذه الأسباب لن تنجح وحدها ولن يكون لها أثر إلا بمعونة من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تربية القلوب على الاعتماد على الله وحده، وجعل القلوب متوكلة عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضيلة سرعة الاستجابة لداعي الشرع، بحيث يبادر الإنسان إلى طاعة ربه بمجرد وصول أمر الله إليه. ولذا لما قال موسى لقومه: على الله توكلوا، قالوا مباشرة: على الله توكلنا. وفي هذه الآيات تضرع الإنسان بين يدي ربه جل وعلا بما يصلح أحواله الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات سعي الإنسان إلى أن يكون سبباً لدلالة الخلق على الحق، وسعيه في أن لا يكون سبباً من أسباب انتشار الباطل. ولذا قال هؤلاء القوم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وفي هذا التحذير من أن يكون الإنسان من دعاة الباطل مهما دفع له من الدنيا، ومهما حاول الآخرون شراء ذمته، فإن المؤمن العاقل يسعى إلى نجاته في الآخرة، ومن ثم يقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا. وفي هذه الآيات توجيه العباد إلى أن يدعوا الله بسلامتهم من أعدائهم الظالمين. وفي هذا جواز أن يدعو الإنسان بسلامته من كيد الكائدين وشر المفسدين وسحر السحرة وأهل السوء والشر، فإن الدعاء بذلك جائز لا حرج فيه. ومن دعاه من أجل أن تسلم، ومن دعا الله بهذه الدعوات من أجل أن تسلم آخرته، كان مأجورا مثابا على هذا الدعاء. ومن كانت مقاصده الدنيا في دعوته بإبعاد شر الأشرار فلا يكون له أجر في الآخرة، لأنه لم يقصد أجر الآخرة، مما يدل على أن العبد المؤمن ينبغي به أن يجعل الآخرة بين عينيه، وأن يكون مستعدا لها قاصدا لثوابها في كل ما يؤديه من الأعمال. فهذا شيء من قصة موسى عليه السلام. ثم أمرهم الله بإقامة الصلاة، مما يدل على أن إقامة الصلاة من أعظم أسباب حماية العبد من مكائد من يكيده ويريد به الشر والسوء. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، المؤمنين بك، الراجين لفضلك وإحسانك،
اللهم أصلح أحوال الأمة واجعلهم موفقين في كل أمورهم، اللهم تول جميع شأنهم، اللهم أصلح ذراريهم وبارك لهم في أرزاقهم وتول جميع شأنهم، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن ترحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، اللهم سد جوعتهم واكسو أبدانهم واشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم تول جميع شأنهم، اللهم آو مشردهم، اللهم كن لهم معينا وناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد وبارك فيهم وجازهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.